لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام على البشير النذير والسراج المنير والداعي إلى الله بالحق والكتاب المبين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث فقدناك، وحيث انقطع عنا الوحي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كيما تقيل في ظل أوراق لها وغصون، ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها، أيوة فاطمة، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلاب ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي، وأشكو إلى الإله
شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني نادت بأبي وأمي في تلك الأحوال نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا قل على العداة معيني أي الرزايا أتقي بتجلد هو في النوائب مذ حييت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني نعم ابتدأت كل المصائب برحيل رسول الله إلا غمض عيونه وشيل لو ساد يا أبو حسين بطل ونين المصطفى خير النبيين غربت عيني يا ابن عمي دس بليدي شوف هدير العين لينا ومد رجلي جبريل ينعاول فلك متعطل عليه المصطفى ينادي يا فاطم لا تونين بطل البواكين شعب قلبي يا حزين لازم يا بنت اليوم عزج تفقدين ثوب المصايب عقب عيني تلبسي منك يكسرون العدا بالباب ضلع ويلي إلا خرت على أبوها تصيح بدمع سجاب كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرار بيا وصل أصحاب أحد علي يجتري يا قرة العين هذا الحسن مشعوب قلبه ومن يجبره هذا الشهيد حسين يا هشام من أحراه ياهو عقب عينك يا حط فوق صدر ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطين قالها يا فاطم لو جرعيت كاس المني جيبك يا زهره لا تشقينا علي وصد للحسن ومدامعه بخده جريه شاف الحزن نحى العظام وقرح العين ويلي قال له يا عقلي ذوبت قلبي من بجاك نادى يا ابو الحسنين بالله سكت ابنك ودعتك الله يا علي والملتقى هناك شبكة الزهر على رسول الله باليد لكنما الأمر والمرجع لله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بنبينا وسيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاراتهم وثاراتنا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يعرفنا ببعض صفات نبينا صلى الله عليه وآله، وهذا التعريف الحق من الحق، المعرف من؟ المادح من؟ الله عز وجل. الممدوح رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي تلك المدح وتلك الصفات؟ والتي أجملها ربنا عز وجل بقوله له: وإنك لعلى خلق عظيم، فبينها بنحو الإجمال. ولكن هناك آيات أخرى تفصل بعض تلك الصفات، وذكر تلك الصفات ليس للتغني والافتخار، وحق لنا أن نفتخر بنبينا صلى الله عليه وآله، بل نفديه بالأنفس بالأرواح بالأموال بكل شيء، فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن المراد هو التأسي. ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وآله هو من أجل الاقتداء. تقرأ في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم أي منكم وفيكم، تعرفونه، تعرفون أصله، تعرفون حسبه. جاء منكم، من أم القرى، من قريش، من عالية قريش، من قبيلة ومن عشيرة بني هاشم ذات السؤدد وذات العلو، من أيام عدنان وقبله وبعده، نسب شريف، بيت عال عظيم. من أنفسكم تعرفونه، تعرفون أخلاقه، ليس لديكم مثلمة، تشهدون له حينما سألكم قلتم له أن إنك الصادق الأمين، تسمونه الصادق الأمين، تعرفونه. جاء ليس بغريب عنكم، ليس مجهولا لديكم، تعرفونه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الخطاب لتلك الأمة وهو عام. وقالوا من أنفسكم أي من البشر، حجة الله بالغ على خلقه. لو كان الأنبياء من الجن أو من الملائكة لاحتج البشر، ولقالوا ماذا؟ ولقالوا هذا تكليف جن وملك، ونحن لا نستطيع أن نمتثل هذه التكاليف. لكن الله عز وجل إبلاغ في الحجة، ماذا؟ بعث الأنبياء من نفس البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، ليس من الجن وليس من الملائكة،
لا باكر يجي واحد يقول له هذا التكليف احنا ما نقدر عليه، ترى هذا المبعوث هذا من الله عز وجل جني او جن او ملك ما نقدر، هذا تكليف تقدر عليه الملائكه احنا البشر ما نقدر. يقول لك لا، هؤلاء الانبياء منكم جاءوا، فحجه الله بالغه على خلقه، ما احد يقدر ماذا يحتج على الله عز وجل. لولا ارسلت الينا رسولا منذرا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على قراءة من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أفضلكم، على قراءة تقرأ الآية أو الكلمة من أنفسكم يعني من أفضلكم، أفضل البشر أفضل الخلق، هذا النسل المبارك بنو هاشم، هذا النور الذي كان ينتقل، كان العرب، كان قريش بالخصوص وعموم العرب يعرفون آباء النبي صلى الله عليه وآله، كان النور يسطع من غرتهم من جبهتهم، وهذا النور ينتقل من أب إلى ابنه ومن أب إلى ابنه وهكذا إلى أن وصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله. هذا النور خلق من قبل خلق آدم عليه السلام ب4000 سنة، تلك الأنوار تلك الأشباح معلقة بعرش الله تعالى، وعلم آدم الأسماء كلها فرأى تلك الأنوار وتوسل بتلك الأنوار، ذلك النور عجن في صلب آدم في طينة آدم وجاء في الأنبياء والأولياء وجاء إلى أن وصل إلى عدنان وجاء من بعده. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذا النور جاء يترى عبر التاريخ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، لا يوجد أي خدشة في أي نبي من الأنبياء من هذه الناحية في أصله وفصله. وهذا النور له آثاره وليس محل بحثي، لكن فقط هذه الرواية عن العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحار الأنوار ينقل، يقول هذا النور، طبعا هذا النور جاء ووصل إلى جد النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب، فلما أن جاء في عبد المطلب من بعده افترق النور إلى أين؟ من صلبه إلى اثنين، إلى عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وإلى أبي طالب، نور أمير المؤمنين نور علي نور الرسول صلى الله عليه وآله. هذا النور جاء من الرسول صلى الله عليه وآله، تنزل في الزهراء صلوات الله عليها، ثم التقيا مرة أخرى مرج البحرين يلتقيان، التقى بحر النبوة ونور النبوة وبحر ونور الإمامة، التقيا مرة أخرى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ماذا؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا النور جاء وافترق فرقين ولفرقتين أو قسمين، ولذا قال ماذا؟ يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. نعم، وقال والله عز وجل عبر في آية المباهلة ماذا؟ وأنفسنا وأنفسكم. هذا النور التقى مرة أخرى. هذا النور له آثار، فلما أن كان في عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله هذا النور المقدس كانوا يرون آثاره، العرب كانت ترى آثاره، وكانوا قريش ترى آثار ذلك النور في عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله، وتمنى العرب كل يريد أن يزوجه ابنته، كل يريد أن يزوجه ابنته، حتى نقل العلامة المجلسي عليه الرحمة أنه حينما خطب عبد الله آمنة ابنة وهب أم النبي صلى الله عليه وآله قد ماتت 100 امرأة حسرة على عبد الله، كل منهم كانوا يتمنى أن ماذا؟ تتمنى أن تتزوج، أن يتزوجها عبد الله. لماذا؟ لما رأوا من ذلك النور، ذلك النور الذي منذ صغره كان يحدث أباه يقول يا أبا أرى عجائب، ماذا ترى؟ قال إذا مشيت في الصحراء يخرج مني نور إلى السماء، وذلك النور يتشكل في دائرة كغيمة تظلني عن الشمس، وإذا رجعت رجع إلى أصله.
ذلك النور في عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله. يقول: أبا كلما استندت إلى شجرة يابسة أورقت وأثمرت، وكلما مشيت وإذا مضيت عنها رجعت إلى أصلها. يا أبا حينما أمشي أسمع مناديا يسلم علي يقول: السلام عليك يا من يحمل في صلبه نور خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك النور كانوا يرون، كانوا في النهار يشمون من عبد الله رائحة المسك والكافور والعنبر، وفي الليل ماذا يضيء لهم الظلمات. هذا نور النبي صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أفضلكم أصلا وحسبا وفصلا، عزيز عليه ما عنتم، يحمل هم الرسالة، يحمل هم الهداية. ونقلت طبعا هذه الصفات من أجل ماذا ذكرها؟ الله عز وجل يذكرها من أجل التأسي، يعني اللي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله يسعى لأن يتصف بهذه الصفات. يحمل هم الرسالة، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه تعبكم، ما يريد تعبكم. إذا أمركم بجهاد في سبيل الله تعالى كان ذاك لأجل صلاحكم، وإلا هو لا يريد أن يكلفكم شيئا. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، يشق عليه تعبكم، لا يريد تعبكم، يريد راحتكم، يريد خيركم، لا يريدكم أن تبتلون بجهاد، بقتل، بأسر، بسجن، بكذا، يرى سعى لراحتكم. إذا كلفكم بتكاليف شرعية هو لا يريد مشقتكم، وإنما يبلغ تكاليف الله عز وجل. عزيز عليه ما عنتم، هو لا يريد أن، بل كان يتحمل عنكم الأعباء، كثير من الأعباء كان يتحمله هو عنكم صلى الله عليه وآله. وهو الذي كان يقول حتى في عند نزع روحه: يا ربي ماذا شدد علي وخفف عن أمتي. حتى في نزع الروح طلب هذا، كان يدعو: اللهم سلم أمتي. نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. فهو كان عزيز عليه مشقتكم وعنتكم. والمفسرون ذكروا روايات كثيرة في هذا الباب، منها مسألة مثلا كمثال ونعبر. قالوا مسألة الصلوات اليومية أن أصل التشريع كان 51 ركعة، لكن ببركة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وطلبه التخفيف عن أمته وتحملها صلاة 51، 17 ركعة الصلوات الخمس اليومية، أضيف إليها ضعفها 34 النوافل اليومية، هذه على رسول الله واجبة صلى الله عليه وآله، ما هو مستحب، النوافل اليومية واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. تحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وخففها عن أمته، فأصبحت بتكليف الله عز وجل مستحبة. أن الواجب الثلث 17 ركعة و34 ركعة، هذه ماذا؟ مستحبة وليست بواجبة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله تحملها فهي واجبة عليه صلى الله عليه وآله. هذا ماذا؟ عزيز عليه ما عنتم. ذكروا أمثلة كثيرة في الصيام، في الصدقات، في التوبة، في التطهير. هناك تكاليف شاقة كانت على الأمم السابقة خففت على هذه الأمة المرحومة بنبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص، يحمل هذا الهم في هداية كل البشر، يسعى لهداية البشر بكل ما يمكنه وبكل ما أوتي، يسعى للهداية، بل وعنده حرص شديد. أكو واحد يهدي شخص ينصحه مرة مرتين وخلاص، أكو واحد يحاول ماذا يفهم شخص مرة مرتين وخلاص، يقول أديت التكليف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، بل كان يشق عليه، كان يتأذى، حتى أن الله عز وجل كان يخفف عليه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل كان يخفف عليه الأنبياء، الله عز وجل يأمرهم، لكن الرسول صلى الله عليه وآله كان الله يخفف يهون عليه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. لا تأذي روحك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن كان عند هذا الحرص. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي على هدايتكم بحذف المضاف إليه، حريص عليكم، شدة حرص عنده أكثر من حرص الأم على أبنائها، حرص شديد على هدايتكم يحمل هذا الهم. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لكنه لم يدعو على قومه، وإنما كان يدعو عليهم، يدعو لهم عفوا، يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يخرج من الطائف وساقاه تشخب دما بأبي وأمي من تلك الحجارة التي تلقاها، يستظل إلى ظل تلك الشجرة ويدعو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان هكذا، كان حريص على هداية الناس إلى درجة يتحمل المشاق والصعاب، وإلى درجة يدعو عليهم في أقصى، يدعو لهم في أقصى الظروف، ويتمنى لهم الهداية إلى أقصاها صلى الله عليه وآله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي الرحمة من مميزاته، من صفاته، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. نعم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة شدة الرحمة، الرحمة درجات، قالوا والرأفة درجة رفيعة من الرحمة منه صلى الله عليه وآله. شنو فرق بين رؤوف ورحيم؟ ذكروا آراء منها، قالوا أن الرؤوف هو الرأفة هي شدة الرحمة كما ذكر، وقالوا أيضا أن الرؤوف بالمطيعين ورحيم بالعاصين. المؤمنون أكو مطيعون وهناك عاصون، فالمطيع إلى ماذا؟ إلى عناية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله، له رحمة الإيمان ورحمة الطاعة، فرؤوف بالمؤمنين المطيعين. وذاك العاصي ما يقول اذهب روح، لا، أيضا يشمله برحمته. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله. نعم، النبي صلى الله عليه وآله رحمته شاملة، شاملة في زمانه ومكانه إلى يوم القيام، رحمته شاملة لزمانه ومكانه وبعد وما يأتي بعد ذلك وفي غير زمانه ومكانه. رحمته شاملة لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رحمته بالصغار بالكبار بأبي وأمي. نعم، تلك الرحمة التي ماذا؟ مضرب المثل التي ماذا؟ جسدها في أخلاقه في سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يشفق حتى على العاصين، النبي صلى الله عليه وآله ما كان يطرد العاصين، كان يشملهم برحمته من أجل هدايتهم، كان يشعرهم بعطفه وحنانه وحبه لهم وحرصه عليهم وعلى هدايتهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله. ولذا الذين يسيرون على نهجه صلى الله عليه وآله، الأمة الإسلامية، أمة الإسلام بأفرادها بعوائلها بمجتمعاتها بحكامها برعاياها، نعم، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله، لابد أن تظهر هذه الرحمة، هذه رحمة الرسول صلى الله عليه وآله، لابد أن تتجسد في نفوسنا، في تعاملنا، في عوائلنا، في مجتمعنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مجتمع متواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، يعيشون رحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله،
نعم العوائل المؤمنة تعيش المودة والرحمة، المجتمع المؤمن يعيش مودة ورحمة، يعيش رحمة، رحمة الإيمان. نعم تروح روح سورة الفتح، اقرأ آخر آية من سورة الفتح، ماذا تقول؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اختلافات سياسية، اختلافات اجتماعية، اختلافات آراء ما تذهب المولة، لا تبقى رحماء بينهم، تبقى علاقة الرحمة مميزة للمجتمع المسلم الذي يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا إشارة لطيفة، الآية عبرت والذين معه، يعني أي واحد يريد يكون معه، مو إلا مع الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه ومكانه، لا هذه المعية مو معية في زمانه ومكانه فقط، يقولون أعم والذين معه، يعني أي واحد يريد يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله لابد ماذا؟ أن يسعى للاتصاف بصفات رسول الله صلى الله عليه وآله. تتمناها لو ما تتمناها، تقرأ أنت في دعاء، نقرأ في تعقيب صلاة المغرب، ماذا نقرأ في دعاء تعقيب صلاة المغرب؟ تقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة. المفترض خلاص واحد نجا من النار وفاز بالجنة والرضوان، الرضوان خلاص، يقول لك لا في شيء بعد، وجوار نبيك عليه وآله السلام، لأن الجنة مراتب من أعظمها مرتبة ماذا؟ جوار الرسول صلى الله عليه وآله. يعني هذه لابد أن تبقى أمنية في نفس كل مسلم وكل مؤمن، أن يكون في الجنة وليس في أي موضع، في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، جوار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شلون نحصل جوار الرسول صلى الله عليه وآله؟ أن نكون معه في هذه الدنيا، معادلة. إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا نكون معه في الآخرة، والذين معه مع الرسول صلى الله عليه وآله. هذه المعية ما هي شروطها؟ ما هي لوازمها؟ ما هي مواصفاتها؟ هذا بحث آخر، مختصرها السير على نهجه صلى الله عليه وآله. تعال شوف هذا نبي الرحمة، أي نبي كنت فيكم آخر أيام بأبي وأمي، يخطب فيهم، يودعهم، ينصحهم، يرشدهم، قد أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. نعم يحذرهم من الفتنة ويحذرهم من الانشقاق، يوصيهم بأهل بيته خيرا، تارك فيكم الثقلين، ما لم تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، على اختلاف لفظ الروايات، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. يوصيهم، تقول الروايات كان يأتي إلى المنبر أو إلى محرابه يتكئ على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الفضل بن العباس، وأحيانا رجلاه تخطان الأرض بأبي وأمي في آخر أيامه الشريفة، ما كان يقوى حتى على النهوض وحتى على المشي بأبي وأمي، يأتي على يصعد على منبره فيخطب في الناس، أي نبي كنت فيكم، ألم أجاهد بين أظهركم، ألم أجاهد في سبيل هدايتكم، ألم تكسر رباعيتي وتشج جبهتي وتسيل دمائي. قالوا نعم يا رسول الله، جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام، كنت خير نبي فينا، ما قصرت يا رسول الله، شتريد شتأمر يا رسول الله؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
تسأل تقول تسأل التاريخ وتسأل المسلمين هل ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم وكان قرير العين على أهل بيته وكان مطمئن البال على أهل بيته أم قد رأى بوادر الانقلاب والانشقاق فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم جرعوه الغصص بأبي وأمي لقد كافأوه بأبي وأمي قالوا له ما قصر جزاك الله خيرا لكنهم قد كافأوه بالغصص بأبي وأمي نعم والمصاب عظيم يقولون ماذا كان يريد أن يمهد الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام فأمر القوم بتجهيز جيش أسامة قال جهزوا جيش أسامة أسامة بن زيد بن حارثة زيد بن حارثة استشهد في معركة في الروم أبوه أبو نعم أسامة فأسامة عمره 18 سنة 18 سنة عمر أسامة شاب يافع نعم فأرادهم أن ينقادوا لأسامة يصيرون تحت قيادة أسامة أبو 18 سنة لا بعدين يستنكفون يقول علي بن أبي طالب صغير 30 سنة عمره وأراد أن يخرجهم من المدينة ليستتب الأمر لعلي عليه السلام لكن القوم فهموا وعرفوا ويحسبوا قال لهم جهزوا جيش أسامة وأمر أسامة يخرج إلى خارج المدينة إلى منطقة الجرف وينتظر إلى أن يستتم الجيش يثقل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله ويشتد عليه المرض سواء بتلك الحمى أو بذلك السم أثر ذلك السم الذي سمته تلك اليهودية في فتح خيبر على اختلاف الروايات نعم وكان يغشى عليه ساعة بعد ساعة بأبي هو وأمي جاء بلال لصلاة الفجر مؤذنا مناديا بالصلاة فقال ليصلي فقال صلى الله عليه وسلم ليصلي بالقوم أحدهم فإني لمشغول بنفسي ترى أنا مشغول بما في من مرض من تعب لا أقوى على النهوض قال فليصلي بهم أحدهم قامت الامرأة ودعت أباه قالت عائشة ادعوا أبا بكر وقالت حفصة ادعوا عمر فعلم أنهما مفتونتان بأبيه أبيهما فدعا عليا وأبا الفضل أو بلال واتكى عليهما وجاء إلى محرابه وهو ورجلاه تخطان الأرض بأبي وأمي وأومأ إلى أبي بكر أن يتنحى عن الصلاة نعم وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وصلى في المحراب من جلوس بأبي وأمي وابتدأ الصلاة من أولها يعني إلى درجة لم يعترف بتلك الصلاة التي ابتدأها الرجل وصلى بالقوم وعلم حينما صلى رآهما ورأى البقية فعلم أنهم تخلفوا عن أمره فاستدعاهم بعد أن رجع إلى منزله إلى بيته دعاهم قال ادعوا فلانا وفلانا دعوا الجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ساعة بعد ساعة أفاق من غشوته قال ألم آمركم بتجهيز جيش أسامة جهزوا جيش أسامة قال الأول إني خرجت ولكن رجعت لأجدد بك عهدا وقال الثاني إني لم تطاوعني رجلاي أن أخرج أن أفارقك وأسأل عنك الركبان أنا أريد أخبارك مباشرة ما أريد أسأل عنك أحد يا رسول الله يغشى عليه صلى الله عليه وآله يكرر جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ثلاث مرات تكرر ويغشى على بأبي أمي يفيق وإذا القوم بعدهم جلوس أي معصية ومخالفة وأي انقلاب أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فعلم أنه لا يطاع بأبي وأمي يحشدهم ويلعن يصل إلى مرحلة اللعن وهم جلوس لم يحركوا ساكنا فقال آتوني بكتف ودوات شوف هذا الإجراء الآخر الإجراء الأول أراد يبعدهم من المدينة ما صار خالفوه جاء بالإجراء الآخر قال آتوني بكتف ودوات ذاك كان إجراء عملي الآن إجراء كتبي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ويغشى بأبي وأمي حتى هالطلبة ما نفذوها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ويا ليتهم لم ينفذوها وسكتوا وإنما جرعوه بتلك الكلمات، يقولون أغشي على الرسول صلى الله عليه وآله، وهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وآله إذا أغشي عليه لا يعلم. إحنا اعتقادنا لا، الرسول صلى الله عليه وآله مغشيا عليه نائما كان كحاضر، كفي في وعيه دائما، هو لا يغيب وعيه. فماذا فهم رجل أن يأتي بكتف ودوات، وإذا بعمر يقول له اجلس أو أمسك إنه ليهجر. ما أقبحها من كلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن حاول البعض يخففها ويقول غلب عليه الوجع، لكنها مسندة في أسانيدهم إنه ليهجر، مقولة ما أعظمها. نعم، فأفاق من غشوته وهم يتلاومون فيما بينهم، قالوا أو نأتيك بالكتف والدوات يا رسول الله؟ قال بعد الذي قلتم فلا، بعد خلاص راح تقولون هالكتاب كتبه وهو يهجر وهو مجنون، حاشاك يا رسول الله، فداؤك أبي ونفسي ومالي وأهلي. سوف يقولون أنه كتبه في حال جنون فلا قيمة له. فقال بعد الذي قلتم فلا، نعم، لكن الآن بعد الإجراء الأخير وصية شفهية دخيل الله، قال أوصيكم بأهل بيتي خيرا، قوموا وانصرفوا عني، إنه لا ينبغي الاختلاف عند نبي. فانصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان اللقاء الأخير بينه وبينهم وبينه، ذهبوا إلى سقيفتهم وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يجهزوا ولم ينفذوا جيش أسامة. يغشى عليه بأبي وأمي، يفيق يقول ادعوا لي أبي، يدعوا لي أخي وحبيبي. تقوم عائشة تجيب أبوها تدعو أباها أبا بكر، يدخل عليه يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فقال لو كان له لي حاجة لأخبرني. ينصرف، يفيق الرسول صلى الله عليه وآله مرة أخرى ادعوا لي أخي وحبيبي. تقوم حفصة وتدعو أباها عمر، يأتي يدخل يعرض عنه رسول الله، يعرض عنه يعني لا يحدثه لا يكلمه، ليس له حاجة، يقول لو كان لي حال له عندي حاجة لأخبرني. فينصرف، يفيق أخرى، مو ما يعرفون، يعرفون منه أخوه حبيبه، مو لهالدرجة ما يعرفون، لكن إبلاغ حجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ادعوا لي أخي وحبيبي. أم سلمة تقول لفاطمة يا فاطمة ادعو له عليا، فوالله لا يريد غير علي. علي عليه السلام لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لحاجة، فيأتي علي عليه السلام، شوف الفرق، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ويفتح باعه إلي إلي يا علي، ويعتنقه ويضمه إلى صدره، يا علي لا تفارقني، لقد حانت المني، لقد حان الوداع، اجلس يا علي، ضع رأسي في حجرك يا علي. نوضع رأسه في حجره، يناجيه ساعة بعد ساعة، يودعه، يوصيه بوصاياه، أعطاه خاتمه، خاتم النبوة والإمامة، نعم أوصاه بوصايا. وأمير المؤمنين عليه السلام دامع العين بأبي وأمي، يقول أفعل أفعل إن شاء الله. وإذا ببكاء ونحيب قد أقبل، وإذا بالحسنين جاء باكيين منتحبين، ورميا بنفسيهما على جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يقبل قدمي جده وذاك عند يديه وصدره، وقد أبكى يا ملائكة السماء. هم علي عليه السلام أن يرفعهما، أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال دعهما يا علي، أشمهما ويشماني، أتزود منهما ويتزودان مني، أما وإنهما سوف يظلمان بعدي ويقتلان ظلما، ألا لعن الله ظالميهما، ألا لعن الله ظالميهما. يكررها ثلاثا،
والبكاء من أهل البيت على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تأتي الزهراء بأبي وأمي ترمي بنفسها على صدر أبيها باكية منتحبة تنظر إلى وجه أبيها وأنواره المشرقة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى عصمة للأرامل يفيق رسول الله. نعم قلوبنا جميعا هناك في بيت رسول الله نودع رسول الله صلى الله عليه وآله، نواسي الزهراء وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم العظيم. أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها: بني هذا قول عمك أبي طالب فلا تقوليه، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تبكي الزهراء، يشير لها رسول الله صلى الله عليه وآله، أشار لها أن تدنو، فدنت الزهراء. أسر الرسول صلى الله عليه وآله بكلام في أذنها، فاسترت الزهراء بأبي وأمي. سئلت الزهراء بعد ذلك: ما أخبرك؟ ما قال لك؟ قالت: لقد بشرني بأني أول أهل بيته لحوقا به، وأني لا أطيل المكوث بعده، فسررت لذلك. نعم، بعد يقولون الرسول صلى الله عليه وآله عند وصايا من وصاياه لعلي أنه أخذ يد الزهراء ووضعها في كف علي: يا علي، هذه وديعة الله ووديعة رسوله، احفظها يا علي، وإني لأعلم أنك فاعل ذلك. أعلم يا علي أن هذه فاطمة ابنتي، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذه سيدة النساء من الأولين والآخرين، أما وإنها سوف تظلم بعدي وتقهار، فلعن الله ظالميها وقاهريها، ولعن الله منتهكي حرمتها، ولعن الله مستبيحين حرمها، ولعن الله الداخلين دارها، فهم أعدائي وأنا منهم براء. وعلي عليه السلام يقول: أفعل إن شاء الله. وعند احتضاء وعندما حان رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما أهل البيت جلوس حول رسول الله، رأسه في حجر علي، الحسنان أحدهما عند رجلي جدهما والآخر عند صدره، والزهراء عند صدر أبيها، وإذا بالباب تطرق: من الطارق؟ وإذا بالباب تطرق يستأذن ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يستأذن على أحد قبله أو أحد بعده، ولن واحد على الباب يتخفى بكلام: نادي أهل بيت النبوة والإمام، بل ادخلون على المضلل بالغمام، أطلب الرخصة من النبي نور المسلمين. نادى النبي: قومي يا زهراء وافتحي الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب، يا أم الحسن هذا المفرق بين الأحباب، بس الله الله عقب عين بحسن وحسن. عظم الله أجورنا وأجوركم. فتح الباب لملك الموت، سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. على الرواية قال العلي الأعلى: يقرئك التحية والسلام، ويا وقد بعثني إليك مخيرا، إن شئت قبضت روحك وإن شئت تركتها. قال: أمهلني يا ملك الموت حتى يأتي حبيبي جبرائيل. نعم، فاستشيره في الأمر، ليس رفضا لقضاء الله وقدره،
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرفض أمر الله عز وجل، ولكن أمر الله كان تخييرا. نعم، يقولون ملك الموت صعد والتقى بجبرائيل ومعه ملائكة هابطين إلى الأرض. يا ملك الموت، هل قبضت روح محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: لا يا جبرائيل، ولكنه استمهلني إلى أن تأتيه فيستشيرك. فنزل جبرائيل وملك الموت والملائكة. جبرائيل سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا جبرائيل، عند الشدائد لا تخذلني، وهذا ملك الموت قد جاءني مخيرا من ربي، فما تقول؟ فقرأ عليه: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: إذن يا ملك الموت، أمضي لما أنت فيه. عظم الله أجرنا وأجركم. رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمير المؤمنين، جبرائيل عن يمينه، وميكال عن شماله، وملك الموت عند رجلي رسول الله، عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله، شارعا فيما أمر به. وجبرائيل يقول: يا ملك الموت، احفظ وصية الله في روح محمد صلى الله عليه وآله. والزهراء بأبي وأمي تبكي ومحمدا. أيوة، أبتاه ومصيبتاه، والحسنان يبكيان وجداه ومحمدا. وملك الموت آخذ في قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول: نبي الرحمة، يا ملك الموت، شدد علي وخفف على أمتي، فداؤك أمتك يا رسول الله. نعم، وعند احتضار الموت جذب إليه عليا ووضع فمه على فمه، وأخذ يناجيه ويناغيه، وقال: يا علي، ضع يدك تحت حنكي واستلم روحي بكفك وامسح بها وجهك وصدرك. عظم الله أجورنا وأجوركم. وعند احتضار الموت أخذ يلهج بذكر الله، يودع أهل بيته في أمان الله، في دعة الله: الله خليفتي عليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. ونحن ننادي: في أمان الله، في دعة الله. يا رسول الله، إن هي إلا لحظات، وإذا بعلي قد خرج من أثواب رسول الله باكيا منتحبا مناديا: عظم الله أجوركم في نبيكم، فقد فارق الدنيا، ألا من مناد ومحمدا. وعلت الضجة والبكاء والنحيب في بيت رسول الله، كل مناد ومحمدا. أيوة نبيا، أيوة سيدا، أيوة مصيبتا. وضجت المدينة بأهلها، فلا ترى إلا باك وباكيا، ولا طم ولا طمى، مناديا ومحمدا. ساعد الله قلب أهل البيت، ساعد الله قلب الزهراء تبكي وأبتا
وحبيباه وحبيبا أجاب ربا دعاه. فقام علي عليه السلام في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ومدده على ذلك المغتسل بأبيه وأمي، وكان معه الفضل بن العباس يناوله الماء كأني بالزهراء صلوات الله عليها تنظر إلى ذلك الجمال وإلى ذلك الدلال وإلى ذلك العز، ممددا على المغتسل تنادي وأبتا بسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل الممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، سفر الجفن عن غرته تودعه شباله، ويا يعز انشال هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحالة، هذا الشهيد حسين عبراته جرية، يلي تغسل والدي وين العمامة، فوق المنابر ما حلا حلو الجها، قبل انتشيله خله اتودع اليتا، منا بعد ما نرتجي للبيت جية، بعد لسان حالها يبهدى يقلب جسم ابو ابراهيم بهدى، وانت يا ابن عباس بالهانس جب الماي طول على المغسل ذهلني وفتت حشاي، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، ويلي تحفران القبر وسعوا مكانا، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا أجفانا، وإله يعز انشال عنا ولا هيهات بعد تصير عيشتنا هني، ويلي اللي تهيل ونثرى دفنوني وياه، أنا ما أقدر أشوف البيت خالي خالي من محيا، هيهات بعد تصير عيشتنا طيب عيشتنا بليا، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني، مات النبي وغاب نور المدينة، ما جات بأهلها وفاطم حزين. لا تبخل هذا اليوم نلطم نواسي الزهرة، هذه إلك. مات النبي وغاب نور المدينة، ما جات بأهلها وفاطم حزين، طلعت من الدار ثكلى وكئيبة تنادي وذهلها وجد المصيبة، راح الأبو راح ومن نجيب، راح الأبو راح
ومن نجيبه شافته ممدود ومغمضين ماتين ما جت بها الهو فاطم وظل الوصينوح ودموع عبرة نادي ترى راح عزيج يا زهرة يرعيش شابيج كفى على صدره يرعيش شابيج كفى على صدره متزلزل اليوم ركن المدينة مات النبي وغاب ما جت بها الهو صاحت يا ابو حسين يا بحر العلو صاحت يا ابو حسين يا بحر العلو حالي وحالك من بعد ما يشوف عزنا يا كرار تاليها هاليوم عزنا يا كرار تاليها هاليوم وباكر هالعدوان تهجم علينا مات النبي وغاب ما جت بها الها قالها يا زهرة لا تهيجيني حال القضاء بين عزيج وبيني قالها يا زهرة لا تهيجيني حال القضاء بين عزيج وبيني دم القلب سال بدموع عيني دم القلب سال بدموع عيني يوم نظرته شاخص بعينه مات النبي وغاب ما جت بها الها يم الحسن راح ما لا ترى أرجو من بعد صبري تكسير الأرض يم الحسن راح ما لا ترى أرجو من بعد صبري تكسير الأضلاع وننظر الحال والقلب مصدوع وننظر الحال والقلب مصدوع وباكر العدوان يستهضمونا مات النبي وغاب صحت يا صبطين قوموا لحماكم من بعده الضيم والذل علاكم صحت يا صبطين قوموا لحماكم من بعده الضيم والذل علاكم يكفيكم الله ثورة أعداكم يكفيكم الله ثورة أعداكم الله يهضمن بعد ترونه مات النبي وغاب فاطم
نمشي للوداع قوموا يا ولدي والله بجاكم ذوب الكبد نمشي للوداع قوموا يا ولدي والله بجاكم ذوب الكبد هو الكل منكم يصرخ يا جدي والكل منكم عنكم مشى وراح لا ترقبونا مات النبي ما جت بهالها وفاطم حزينة قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان إلهي بمحمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين لا سيما عن شيعة أمير المؤمنين في العوامية فرج اللهم عنهم وعن